أضحية في المنزل تسعد قلب الرجل مع العيال كلهم في عيد أضحى فاضل. فهذه عاداتنا في عيدنا المبجل، نذكرها عن كبشنا وطبخنا المفضل. أول ما نفعله شراء كبش كامل، أضحية سليمة من كل عيب مبطل، من عور أو عرج أو مرض أو هزل، أحسنها أنفسها سنة خير الرسل. يأخذه عيالنا الرعي قرب المنزل، سعادة تغمرهم تسعد كل فاضل، أيامهم جميلة لذيذة كالعسل. وبعد ذبح كبشنا وسلخه في المنزل، أتحفكم بطبخنا وأكلنا المفضل. أول ما نأكله من كبشنا ويعمل، كبدته مشوية أو ربما ستنقل، والقلب قد هيأته مع الطحال يكمل. قطعتها شرائحا قدمتها في الصحن لي، أضفتها فريتة مع زيت زيتون حلي، وربما سلاطة خفيفة للآكل. والخبز قد أحضرته من مخبز المفضل. وبعد ذا أتحفكم بأشهر المآكل، دوارة بكبوكة في قدر ضغط تعملي، مع قرعة وحمص ومرقة تروق لي، صفيرها في المطبخ مثل صفير البلبل. أما العصبان إنه من كرشة يصنع لي، خيطته خياطة حشو بما يلي، مصرانة ورية وكبدة والبصل، والرز مع حشيشة ختمت بالتوابل. والبوز اللوف يا أخي للرأس ثم الأرجل، بالنار قد شوطته على الطابون يعمل، وضعته في قدرة كبيرة مبسمل، أضفته ما ينبغي لطبخه يكمل، آكله بنهمة لطعمه المهبل. أما الطعام إنه سيدهم في المحفل، مع لحمة وقرعة وحمص يطبخ لي، سقيته بمرقة بحسب ما يروق لي. أختمها بقعدة وفي المساء تجملي، مع حلوة لذيذة وقهوة تصب لي، والتاي قد ثقلته مع رغوة ستعتلي، شهية طيبة وصح عيدكم قلي. أنا الأمين موافقي من أصل شعب بطلي، جزائر الأسود والليوث والبواسل، براق فيها أسرتي والمرج فيها محفلي، نظمت درا سطرت حكيت فيها الموصلي، حررتها في منزلي في أرض خير الرسل. قد قال في مطلعها صوت صفير البلبل، وقلت في مطلعها أضحية في المنزل. نظمها وألقاها لكم أخوكم الأمين موافقي الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.